مين من الفنانين المخضرمين يلي قطعوا بتحب تغني لهم؟ أنا بحب كتير الراحل الله يرحمه ملحم بركات، من الناس اللي بحب كتير أغني لهم، بحب أسمع لهم. ومين من الفنانين يلي هن على الساحة هلأ الفنية بتغني لهم الحالية؟ بحب كارول سماحة كتير، نانسي، مين كمان، شيرين عبد الوهاب، كلهم يعني خليطة شوي يعني حسب العالم كمان العربي، حسب حسب أي صوتي بلد. كمان، ويعني حسب خامة صوتي بتركب على أي أغاني. شو اللهجات يلي بتغنيها؟ مصري، عراقي، أكيد لبناني، اللهجة البيضاء، هل أنت مع إصدار أغاني خليجية؟ كمان خليجي. أكيد كمان؟ أكيد. طيب خبريني شوي، كيف علاقتك بالصحافة؟ كتير منيحة، ما في أبداً ما في مشاكل مع حدا؟ أتقول الحمد لله كلهم بيحبوك؟ أصحاب مع الكل عن جد، يعني من زمان ولا مرة كان عندي الحمد لله. أبداً. نعمة هيدي هلأ إيه بهالأيام. نعمة إيه. طب ليش الواحد بده يخلق عداوة هيك من لا شيء؟ يعني إنه أنا ماني من الأشخاص اللي بحب أخترع قصص كرمالتها إنه أعمل موضوع، فبالعكس حلو الاحترام بين العالم والتقدير، أكيد أكيد. وبالأخير صحافة، نحن في صحافة بلدنا بتشرفنا. أكيد. مثل ما عرفنا نحن إنه التغطية الإعلامية بتونس كانت كتير كبيرة وكتير واسعة، خبرينا عنها شوي. بصراحة يعني أنا رحبوا فيي مثل كأني شخص من بلدهم، تفاجأت كتير من كان من البرامج اللي طلعنا عليها، من الصحفيين والإعلاميين اللي كتير يعني أعطوني هل إذا بدك المساحة كرمال أطلع أنا كمان أعرف عن الفن اللي نحن عم نقدمه، فكان شيء كتير حلو وأنا كتير تشرفت بهذا البلد وبناسه فعلا. يا ريت يا غدار يا غدار أقبرك. ما سمعتني؟ ما تسمع، جاي سكران الساعة 1 آخر نص الليل. أنا سكرانة؟ لا أنا سكرانة. ترفي يا سكران انا. لا واعي ما شاء الله عليك. حرام عليك. حرام عليك؟ روح روح اقعد احنا ما توقع من طولك. نقعد؟ ايه اقعد. وين؟ وين؟ على راسي. على راسي. تهز عليك عيونك بالعتب ملبكي، ومرني دقيقك صور الملل الغمرة بتحكي. ميرا، مش من زمان احتفلنا بعيد الحب. انت وين من الحب؟ موجودة. موجود اكيد، ما في حدا فيه يعيش بالحياة بلا حب، يعني ما ضروري يكون شخص بحب شخص، يعني محبة، يعني صارت محبة. لا حب اهلك، حب عائلتك، حب لاولادك، حب لكل شيء، الحب لاصدقائك، بس انه اكيد موجود يعني. ميرا، قد ايه العائلة اولوية على عملك؟ يعني معقول مثلا تتخلي عن شي حفله او عن شي كرمال للعائله، او انت بتجربي تعملي بالانس، تعملي توازن بين اثنين؟ لا اكيد بحاول اني اعمل بالانس طبيعي، لانه اليوم هيدا يعني كياني ووجودي بالحياه، وهيدا الشيء اللي انا عم صارع تبقى فيه، فاذا اليوم انا كنت شخص مش سعيد ما فيي اوصل السعاده للي حوالي، وهذا الشيء اللي انا دائما بسعى له، اني مثل ما انت قلت يكون في بالانس. اتس فيري امبورتنت. حسيها صعبه؟ صعبة، بس الإرادة القوية بتخليها تصير، ما في شيء مستحيل.